أخبار اليوم. إحنا النهاردة جينا شرم الشيخ مخصوص علشان نقول للعالم كله إن مصر الخير. مصر الخير علشان حاجتين. الحاجة الأولانية إن ربنا حارسها وذكرها في كل الأديان السماوية. مصر الخير بشعبها بيكوا انتوا وده احنا مصر. السلام عليكم. مين حصلنا حصلنا مش فايدة. انا مش هدور عليكم زي ما هاني رمزي قال مصر حلوة بشغلها ورجالتها ونسائها. شرم الشيخ اللي اتعملت من أرض صحراوية إلى أجمل مدن العالم بالرجال اللي قاعدة دي وكل الشباب. بعد تحية للرئاسة والسيد المحافظ والسيد ياسر رزق، أنا بحيي كل الشباب اللي فعلاً تعب ورحب وخدم وعمل كل حاجة عشان كل الوافدين ييجوا من أنحاء العالم كله ويقعدوا ويلاقوا أجمل بلد في العالم. عايزين ناخد بالنا من الخطر كده يا جماعة، ونهتم جدا جدا بالسياحة، لأن السياحة شيء مهم جدا لمصر وشيء مهم جدا لكل الشباب اللي لسه بيبتدي حياته في شرم الشيخ. مش عايزين حد يروح مصر، كلنا هنقعد هنا وهنشتغل. جاي النهارده يا جماعه وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا ليك.